بالنسبة للنتائج يعني الاستحقاقات الثمانية شو تنبيه على المستوى يعني قبيلة نبلوليش تواريخ يعني الحزب النخل الحركي الشعبي أنه يحقق نتائج يعني باهرة لأول مرة يتحقق النتائج على المستوى يعني جماعة بن طيب 15 يعني 15 يعني المقاعد متضارع عليها يعني ولد زيت 14 إلا المستوى يعني جماعة وردانة تقريبا نفس الشيء يعني نتائج باهرة مستوى الجماعة مهاجر مستوى الجماعة التليلت شوية وجهه يعني ذي المتوقع يعني خدمي مش توغن ناس زوما ديرينت على المستوى يعني الإقليم الدريوش غانق تقريبا شان 79 يعني مستشار ومستشارة يعني قاعد نسيس من الحركة الشعبية على المستوى البرلمان ما مش نسن يعني النتائج وجين تبو يعني مش توغن نتنجن الشين نتيجة يعني نتيجة أنه العملية الانتخابية وتغتبو نزيها تو ذايس تصن يعني نحوايج يعني وقع عند ذايس يعني اثنت بشكل يعني بشكل واضح يعني خلنا نتائج النس الحزب يقطع يعني ذي العمليه الانتخابيه نترجع المحكمه الدستوريه يعني اختيني اخت هذا اخت يعني كلشي يجن الحكم يعني على حساب نشين الدفعات ناخذ مسائل من يوقع عندي مجموعه من جماعات مجموعه من مكاتب التصويت انه يوقع ذيس يعني التلاعب وممش السنم ذين الاخوان ذين التصميم وذا نقه نخو نهارا يعني محل يعني المتابعه يعني خ منوية ولكن الشين الحزب النخل الحمد لله يعني على مستوى اقليم الدريوش تغيما يعني زي الاحزاب يعني يراجيش قاعده يعني شعبيه طب قرانت الحمد لله الحزب النخل ديس الاطور ديس الاطور ذي قرن ديس يعني ديس يوذا نقاط دي على مستوى المكتب السياسي يعني ذي الحزب وسمنا ويا ان شاء الله تمنى ياخذ المستقبل ان شاء الله مزيد من النتائج يعني الايجابيه يعني الحزب على المستوى الاقليمي وعلى المستوى يعني الوطني ككل وشكرا.